وصلنا لآخر فقرة النهاردة في حلقتنا في نهارك سعيد، وتعالوا نعرف رؤية ضيفنا العالم الجليل فيما يحدث في مصر من حيث الحكومة ومن حيث الانتخابات في المرحلة الأولى وهو في نص الثانية. تعالوا نشوف رؤيته لما يحدث وكمان توقعاته لمستقبل البحث العلمي في مصر. بيشرفنا يكون معانا دكتور محمد النشاي، أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة كامبريدج البريطانية. نهارك سعيد يا دكتور. نهارك سعيد. أنا على فكرة سبت كامبريدج بقالي مدة، فأنا في جامعة اسكندرية وجامعة فرانكفورت. وبطلت كامبريدج ليه طيب يا دكتور؟ لا خلاص بقى عجزت، أنا عندي 70 سنة يعني. طب وإيه المشكلة؟ ما إحنا عندنا معادي السبعينات بيعملوا حاجات إحنا عندنا. أنا مش شباب الثورة بقى. كده مش شباب الثورة جدا. ما بقاش معيار ده يا فندم. عمالين نعمل عمليات تجميل ومش عارف إيه. ربنا يديك الصحة يا فندم. دكتور خليني أعرف حضرتك شايف اللي بيحصل في مصر الأول إزاي؟ يعني وحضرتك موجود بين هنا وبين سفرياتك بره، مطمن قلقان مرتاح؟ لا شوفي اقول لك بمنتهى الصراحه، ما فيش تعبير عن قلقي اكتر من ان انا دلوقتي مرشح محتمل لرئاسه الجمهوريه. يعني وصل قلقي ان انا وما زلت وهستمر. امال ليه في كلام ان حضرتك تراجعت عن هذه الفكره؟ لا لا لا، ده الكلام المغرض بقى، التنافس غير شريف. اوكي، لم تتراجع يعني ما زلت مرشح محتمل؟ ما زلت الى ان يحضر واحد احسن مني بكتير، لكن في لغايه الوقت الحالي اعتقد ان انا لي على الاقل نظره مهمه جدا انها تتعرف. ايه ده يعني؟ انا لسه حضرتك ما جاوبتش على سؤالي، بس حضرتك شايف ان ما فيش حد من المرشحين المحتملين او اللي طارحين نفسهم حضرتك شايف ان حد مناسب؟ مش شايف ان في حد يجبرني ان انا ما احاولش انافس. اوكي، بس دي فرق كبير لما يعني تفضل. انا بحاول افهم. فرق دبلوماسي يعني. بالظبط يعني. اوكي، لكن الحقيقه يعني طبعا في سعاده باشياء كتيره جدا، وفي قلق، وزي ما قلتش كده ابقى مش صادق وابقى بلعب سياسه، ودي من الحاجات اللي انا عايز اتجنبها لو انا قدر لي يعني فعلا يكون لي دور، ان انا مش هكون سياسي بالمعنى النمطي او المعنى التراديشنال او المعنى التقليدي لهذه الكلمه، لان الكلمه دي يعني اسيء اليها واساءت للناس السياسه. طب خلينا اسالك على طول عن الانتخابات، واحنا النهارده في ثاني يوم في المرحله الثانيه. حضرتك شايف بعيدا بقى عن المشاركه والاعداد الايجابيه والكلام اللي احنا بنسمعه، بس حتى الان المؤشرات بتقول هو فوز ضخم جدا لما يسمى بالاسلام السياسي، اذا كان الحريه والعداله او حزب النور السلفي او الفرزي حتى اللي هم برضو بينتموا للتيارات الاسلاميه. حضرتك شايف ان ده هيودينا فين؟ خلينا نبتدي بحاجه ايجابيه انا شاعر بيها انها ايجابيه. انا اعرف الدكتور الجنزوري، والحقيقه يعني انا بطلب باسمي واذا كان ليا اي يعني منزله عند اي حد ان يديله فرصه. انا سعيد جدا ان التحول من عصام شرف للجنزوري، دي طفره متميزه، ولا منتهى الصراحه. عصام شرف صديقي واعرفه من زمان، والجنزوري راجل اكبر مني سنا ومقاما من زمان، لكن انا عندي ثقه ان الجنزوري يحل كثير من المشاكل، فارجو ان يطاع. حضرتك بتقول الصدى للناس المعتصمين امام مجلس الوزاره يعني؟ انا مقدر كل حاجه اللي بيقولوها، بس ارجوكوا ما تحكموش على الناس بـ 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 بسهوله، يعني مثلا بصرف النظر عن اي حاجه، كلمه ملبس من بق واحد معين كان رئيس وزراء بصرف النظر مش سبب ان الناس تزعل منه على طول وتمسك فيها. الفريق احمد شفيق راجل محترم ادى باعمال محترمه، كون ان هو كان جزء، ما احنا كلنا كنا جزء من النظام السابق. مش انا ما خدتش ابدا وظيفه ابدا، ولا وقفت ولا خدت ماهيه ولا وظيفه، لكن احنا مش كلنا كنا ساكنين في مصر، ومش كلنا كنا شايفين اللي بيحصل ومنسقف له، مش معناه ان كلنا راضيين عنه. لا، الجنزوري كان راضي على اشياء كتيره، انا ما كنتش راضي على اي حاجه، واحمد شفيق كان راضي على قليل كمان، فلازم ان احنا نكون ناضجين اكتر شويه. انا كل اللي بقوله لا يعني لما هيحصل حاجه من سياده رئيس الوزراء الجنزوري انا مش موافق عليها، اوعدك ان انا اول واحد هيقولها وهيقولها بصوت عالي، لكن لازم ندي للناس فرصه شويه، وما نفرقش كمان ديسكريميشن. بلاش، كان دايما الشباب مش معطى فرصه الحقيقه، والحقيقه خليني اكون صادق كمان، في الوقت الحالي الشباب مش معطى فرصه برضه، لكن مش معناه كمان انك تحرموا نفسكم وتحرموا العواجيز اللي زي من انهم يساهموا. احنا عايزين نساهم طبعا، عايزين نساهم ولنا مساهمه للخبره والتاريخ وما شابه. انا اول حاجه اقولها انا ما عنديش اي تخوف من الخطر. لا انا عايزه اقف بس عند ثانيه واحده قبل ما ارجع لسؤالي، يعني وهو حكومه دكتور كمال الجنزوري. خليني اوصل كمان لحضرتك هي انه
الناس مش فكره انها مطلقا رافضه انها تعطي فرصه، يعني لانه في خلال 10 شهور اللي فاتوا فعليا تم اعطاء فرص لاكثر من للشخص شخص. الغلط، للشخص الغلط. في حاله عصام شرف ما كانش المفروض تعطى له فرصه خالص، لكن الحقيقه الجنزوري ده راجل، انا بقول لك كعالم وكمهندس وكراجل مشارك في مصر وراجل عايش في الخارج وراجل مستعد يعمل حاجات كتيره جدا مهما كانت تضره شخصيا، منها الكلام اللي انا بقوله ده. الجنزوري ده حاجه كبيره جدا بالنسبه للي احنا كنا فيه. حضرتك سمعت امبارح عن حالات التسمم اللي حصلت عند مجلس الوزراء؟ شيء مؤسف جدا الحقيقه، بس انا ليا اصحاب كتير على فكره تسمموا ايام الثوره كمان من الكشري، يعني الواحد ما خدش باله النهارده. لا يعني وعكه صحيه لانه بطنه ضعيفه غير لما يبقى حالات جماعيه ل 60 واحد. يعني انا من الناس اللي يخاف يعمم ويخاف ياخذ قرار، لازم ننظر في الموضوع ده بحذر ونشوف جاي منين. انا اللي الشيء لا اشك فيه لحظه، اي واحد بيخطر في باله ان ده من امن الدوله او مؤامره من الدوله او مؤامره، ده اؤكد لك دي بقى كواحد يعني شاف الويل من الدولات كتير الدول كلها لا يمكن لان هو ده بالذات اول حاجه هتخطر في بالي. لو انا يعني عايز اتلاعب بهذا الموضوع، اول حاجه هتخطر في بالي الناس هيقولوا ده تلاعب. لا هي عشان كده الطريقه مبتكره على عكس العاده، بس فعشان كده الناس توقعت انه قد تكون طريقه جديده. لا ده انسان، اذا كان ده من عمل مقصود ده انسان مريض، وما اكثر المرضى. وطول الوقت المحاسبه مطلوبه موجودة يعني في كل حته. تمام، نرجع بقى للسؤال. الحمد لله يعني ربنا اولا ينجيهم ويشفيهم باسرع ما يمكن يا رب. ارجع لسؤالي اللي سالته في الاول خالص، وهو عن فوز الطيارات الاسلاميه. الخط الاسلامي لا يدعوني ابدا للقلق، وانما يعني احنا كلنا مسلمين طبعا. يعني الموضوع ومسلمين جدا. انا مثلا لا اجد لنفسي، انا من وانا عندي 12 سنه عايش في اوروبا، انا اتوه لو ما كنتش مصري مسلم يعني او مسلم مصري، ابقى مش عارف مكاني الحقيقه. فالحقيقه استخدام هذه الاشياء بالايجابي او بالسلبي ده اللي انا رافضه ومش شاعر بيه ان اي حاجه. بس كمان الخط الاسلامي كمان عنده ساعات حساسيه لرجل الشارع اكتر مننا احنا اللي بنسمي نفسنا ليبراليين. انا شخصيا مسلم جدا وبعرف نفسي مش كاسلامي، بعرف نفسي ليبرالي. لما بتكلم مع الليبراليين اللي بيسموهم ليبراليين بشعر ان انا مسلم متحجر كمان ومتطرف. الموضوع موضوع نسبيه ونسبه وتناسب. الحس الاسلامي لما يجوا هم يجمعوا تبرعات يوم يجمعوها للبطاطين في الشتاء القارس ده، انا بردان على فكره، الاستوديو برد شويه، الاستوديو برد عندنا النهارده وانت كمان رفيعه تخين، لكن تخيني بس يا دكتور، بس تخيني بس يا دكتور. والله لكن الخط الاسلامي شوفي بيوزع بطاطين يقوم طبعا يقرب من قلوب الناس. الخط الثاني يجمع عشان يدي لمبعوث اوباما مش عارف منحه 30 بليون، ايه كلام الفارغ ده؟ انا في ايه ولا في ايه؟ اي فندم، فطبعا بس في حاجة. فطبعا بيبقوا بيغيروا. انت قريب من الناس، وانت دلوقتي قلت في ديمقراطيه، فكل شخص مهما قل درجه تعليمه او مهما عليت مهما قل دخله او مهما علي بقى ليه صوت زيه زي، يبقى انت تكسبه ازاي؟ تكسبه لما تقرب اليه، لما تعرف مشاكله. مش بالبطاطين برضه، مفيش حد. ما هو ده تطرف وده تطرف. لا. يعني لما لا. انا ابقى صدقيني انا محتاج بطانيه دلوقتي، مفهوم الدنيا بارده. ما هو لو ليه مش بالبطاطين؟ خلينا بس نناقش الموضوع. هو انا لما هيدوني بطانيه ها وانا مش بردان ومش محتاج لها هفرح؟ لا، انا هفرح بس لما اكون محتاج لها. صحيح. اذا لا يمكن البطانيه. انا عشان كده بقول، ما انا بقول ان ده تطرف وده تطرف. يعني ده تطرف ان ده عايز يشتغل على ما اعرفش حاجه في الخزعبلات، والتاني بيشتغل على الاحتياجات الاساسيه. ما فيش حد بيشتغل على انه المواطن ده يبقى مؤهل بشكل ما ان هو يجيب بطينه نفسه، للاسف ان هو يبقى بيصرف على نفسه، ما بقاش مضطر انه عشان قوت يومه يبقى مزنوق. يعني الليبراليين بالمعنى اللي انا ما احبوش، زي ما قلت لك انا بعرف نفسي ليبرالي، انا عمري ما كان ليا خطوط دينيه، انا متدين جدا بس انا بعرف نفسي ليبرالي، واحد متربي في المانيا يعني مش في المنيا. فانا الحقيقه المنيا زي الفل يا تعالى. زي الفل طبعا، خصوصا انت جايه منها. لكن لما البنات بيدعوا في الامريكا وديمقراطيه امريكا، انا بالنسبه لي ديمقراطيه امريكا دي مش ديمقراطيه خالص. انا احب الديمقراطيه معناها عندي انا الليبرالي هي تكافؤ الفرص، هي العداله الاجتماعيه، هي دي بالنسبه لي هي الليبراليه وهي الديمقراطيه. لما يطلعوا في انتخابات الامريكان بنات لابسين مش عارف لبس ما يكفيش انك تغطي بيه طابع بوسطه، وبعدين يطلعوا يتهززوا كده اختاروا مش عارف ايه، ما دي خزعبلات، دي خزعبلات اكتر.
فاسمحوا للناس انها توزع بطاطين ما فيهاش حاجه، بس ما تعملوش ان البنك الاهلي يبتدي يعمل اعلانات ب 10 مليون جنيه يقولوا تبرعوا لمؤسسه كمان 50 سنه هتجيب لكم خير. ده كلام ما حدش هيدخل فيه. مؤسسه علميه مش كده؟ ما فيش حد هيختار مؤسسه علميه، كلنا نفهم في العلم قد ده 20 مره، مش مديرين البنوك اللي هيعلموني انا ايه العلم. هو البنك وسيط بعتقد في الحاله دي. نو رصيد ايه؟ وسيط، وسيط البنك مين وسيط للفلوس. مين اللي قال لهم احنا عايزين كده؟ مش يسالونا احنا الاول؟ مش احنا اللي بتوع الجامعات هم اللي اتكلموا؟ احنا العلماء قصدك؟ احنا العلماء ولا لا؟ ده مشروع خايب وهيظل خايب مهما بعبعوا فيه، وبيضرنا احنا الليبراليين، بيضر سمعه العلم. لان لما يشوف، شوفي حضرتك، لما يكون المطبخ فاضي ومفيش اكل ورب الاسره كل اشكاله انه عايز يشتري كروستوفل، يعني طقم فضه ياكلوا بيه على الترابيزه، مش نجيب الاكل الاول؟ مش نعمل في حاجات اوليات؟ احنا ال 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 يعني السيد الكنزوري، هي السيد الرئيس رئيس الوزراء الكنزوري، يعني قال حاجات الحقيقه ما كانش لازم يقولها وانما انفعل، انه قال على الوضع الفظيع المتدني للاقتصاد المصري والاحتياطي لدرجه ان الدموع جت في عينيه، فطبعا البورصه نزلت نازله جامده جدا، لكن الراجل ما كانش قادر يمسك نفسه في الاوقات دي. عمرها ما حصلت الرئيس وزراء مصري طلع وقال يا جماعه وهو دموع في عينه، انا وزاره البترول مديونه، فوزاره البترول مديونه وما ندي لمبعوث اوباما فلوس؟ طب ما يجيب من عند اوباما، ما يجيب لنا من عند اوباما شويه فلوس. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده كلام لا يقبل. انا عارف انك موقفك محرج وموقف الاذاعه لا بس انا بالعكس انا حابه اوضح حضرتك بتتكلم على ايه، لان ممكن الناس تبقى مش فاهمه احنا بنتكلم على ايه. مدينه الزويل العلميه بيقولوا مشروع وطني، ازاي يبقى مشروع وطني اسمه مدينه الزويل؟ طب ما تسموه مدينه مثلا ناس من اللي ساهموا اكتر من الزويل في هذه العمليه، فؤاد المهندس مثلا. ما بقت اعلام، ما بقت اعلام شوكار، مدينه بس شوكار. بس حضرتك ده يا فندم معنى كده ان احنا بقى نقفل، ما نشتغلش علم ونشتغل نفتح مطابخ، صح؟ كذب. طب ما احنا بالعلم، ما احنا محتاجينه قال كده. مش محتاجينه عشان الزراعه ومحتاجينه عشان الحاجات. لو انت اديتي لفراش، ما انا احترم كل واحد، ما لو فراش اديتي له مليار يعمل علم في مصر، ده ما كانش عندنا ميزانيه. ايه اللي يخلي ناس تجيب واحد من امريكا مبعوث اوباما يقول ده موضع ثقه؟ احنا كلنا مش موضع ثقه، كل اللي اشتغلوا في مصر دول موضع ثقة. بعيدا عن موضع الثقة، لا عن شخصنها، لان انتوا جبتوها بالشخص ده، انتوا مسمينها بشخص. شوفي كل العمليات الاعلامية دي انا حافظها، لا ده انتوا اللي شخصتوها مش احنا، انتوا اللي سميتوها مدينة الزويل، وده شيء غير مقبول. واسميها مدينة جمال عبد الناصر الراجل اللي بنى مصر الحديثة، اسميها مدينة وبعدين احنا مش عايزينها مبارك مش عايزينها، لا مدينة محمد علي باشا. الناس اللي هم عملوا طفرات علمية في مصر، عبد الناصر، محمد علي باشا، ناس كتير، سميها مشرفة. اللي انا اقصده انتوا اللي زودتوها شيء غير مقبول. ولو البنك المركزي، اولا البنك المركزي ملوش الحق انه يتدخل في هذا الموضوع. السيد الرئيس المحافظ فاروق العقده ملوش حق انه هو يدعو الناس، ملوش حق كمان شيخ الازهر انه يحللها. دي مواضيع اصبحت حساسه جدا، وبتفقد الليبراليين اللي زيي، وبتفقد الناس التكنوراتيين العظماء زي الدكتور الجنزوري، تفقدهم المصداقيه في الشارع. ما تزعلوش بقى لما الناس تروح لايه؟ للسلفيين اللي هم بيستغربوا يقولوا ايه ده؟ السلفيين بيقولوا ده، وانت عايزه تتوقعي من واحد عالم زي ان يقعد ويتفرج على الكلام دكتور محمد؟ ما انا عايزه افهم المهزله دي ويسكت. انا عايزه افهم من حضرتك هي المشكله